الكثير من المعلومات والقليل من وجهات النظر. إذن فهي حلقة جديدة من حلقات سوبر ليج، ويا مساء الورد والفل والجمال على حضراتكم، وكل عام وحضراتكم بألف خير بمناسبة 2024. سنة بإذن الله تكون خير وبركة علينا وعلى كل مصر بإذن الله. كالعادة البرنامج في موسم جديد، في سنة جديدة، بنفس التفاصيل، بنفس السلوجن اللي احنا حطناه، كثير من المعلومات في كل القضايا اللي تخص الكره الاوروبيه في المقام الاول، احيانا عربي احيانا محلي، لكن ان شاء الله في 2024 نكون افضل وافضل ونقدر نقدم الافاده لكل مشاهدينا الكرام سواء في مصر او حتى في الوطن العربي. حلقه النهارده فيها كلام كتير في الانترو عن قضايا تخص الأندية الكبيرة واللي حصل في هذا الأسبوع، سواء فيما له علاقة بريال مدريد، ببرشلونة، كمان المنتخب الجزائري اللي مؤتمر جمال بالماضي عمل ضجة بعض الشيء في الجزائر في هذا التوقيت. كمان عندنا الجزء الثاني والفقرة الثانية، هي فقرة مهمة واستثنائية لأنه ضيفها هيكون من العيار الثقيل، أول مرة بيظهر حسن بلتاجي، كان معنا على سكايب في الأساس، ثم النهاردة هو ضيف سوبر ليج، محلل أداء المنتخب الألماني السابق، الرجل اللي اشتغل في باريس سان جيرمان واشتغل في ألمانيا، وقد يكون المدرب الأول المصري اللي اشتغل كهيد كوتش في فريق ألماني في الدرجة الثالثة. دلوقتي بياخد المرحلة الجديدة، درجة ثالثة ودرجة رابعة، ثم بعد كده إن شاء الله ربنا يكرمه ويكون موجود في الفئات الأعلى. لكن قصة بإذن الله تكون مثيرة جدا جدا لكل مشاهدينا، وحكاية نجاح وتفاصيل يمكن تسمعوها للمرة الأولى على حاجات تخص كرة القدم المصرية. طيب، فأول أيام 2024 كان لازم نبدأ من أهم مكان على قلوبنا في الوطن العربي، وهو قطاع غزة. ليه قطاع غزة؟ لأنه قطاع غزة أولا كل الدعوات لكل أهلنا، زملائنا، أصدقائنا، كل الناس، الأمن، السلام، النصر لكل الناس. ودور الكورة كان حاسما في 2023 بكل رسائل الدعم بدون نقاش، وكل لعيبة الكورة اللي سندوا القضية في غزة، كل اللي شارك حتى ولو بالدعاء، كل اللي عمل أي حاجة، كان هذا الموضوع مقدر في المقام الأول. وفي المقام الثاني إن كل رسائل الحب والدعم وصلت، وهنا بتلاقي رد الفعل اللي بيجي من نفس جزاء العمل، انه بعد رسائل الدعم الكبيره جدا جدا اللي خرجت من الاهلي تباعا في مواقف كثيره، جه رد الفعل من داخل قطاع غزه في عده مناسبات على مدار الايام اللي فاتت. اولا كان الطفل علي اسماعيل اللي في عز وقت القصف، في عز وقت تعرضه للعدوان الغاشم، في عز الوقت الصعب جدا اللي بيعدي على حياته، بيطلب من مجلس اداره الاهلي انه يا جماعه انا وقريبي كلنا عايزين نيجي، احنا بنحب الشناوي، احنا عايزين قفاز الشناوي، علشان في النهاية يوصل الموضوع لمجلس الإدارة ويقرر انه على عيننا ورأسنا، على عيننا ورأسنا قفاز الشناوي، امضة الشناوي، تيجوا تنوروا اهلا وسهلا، استجابة بشكل مباشر. وهنا القوة الكبيرة اللي بيتمتع بيها الاهلي على صعيد الجماهيرية، على صعيد اللعيبة النجوم، اي حاجة حصلت بتلاقي انه الرسائل دي والدعوات دي والأحداث اللي من النوع ده هي اللي انت بتساعد بيها الأطفال وكل الناس اللي هناك، انه على الأقل الوقت اللي احنا نقدر نمارس فيه الحياة، الوقت اللي دول أبطالنا، يبقى فيه ما بيننا رسائل، فيه ما بيننا سياق، فيه ان انتوا مشاركين معانا حتى ولو بدورك. ودور الكورة ودور لعيبة الكورة وحب الناس للعيبة عمره ما كان حاجة قليلة. حاجة تانية كانت مهمة جدا، وبشكر زميلنا وصديقنا أدم البدراوي الحقيقة اللي قدر يتوصل انفراد مهم جدا. أولا أنس النجار واحد من المراسلين، كان الله في العون، كان الله في العون. الراجل هو مراسل لوكالة الأنباء الصينية، والراجل انتشر ليه فيديو على مدار الساعات اللي فاتت وهو بيتابع مباراة الأهلي مع مودرن فيوتشر في كأس السوبر المصري. والراجل من مكان صعب جدا الحقيقة، كان بيتكلم على تفاصيل كتير. فاسمحوا لحضراتكم بقى، اسمحوا لنا يعني نوري حضراتكم انه قد ايه كرة القدم كانت مساهمة في الوقت الأصعب اللي بيعدي عليه الناس في غزة. شوفوا الناس في غزة شايفين الكورة وقيمة الكورة ازاي، وقد ايه كان التقدير حاضرا للأهلي، للفرق المصرية، للعيبة الكورة، لكل الناس اللي وصلت صوت سواء بالدعاء، بالأمنيات، بالمشاركة، بالرغبة إنه أهل غزة وقطاع غزة وكل زملائنا وأهلنا في فلسطين ينالوا ما يستحقوه. كل الدعوات ليهم، وأنس له التحية وكل الشكر لأدهم على هذا اللقاء. نستمع حصريا تصريحات أنس النجار ونرجع نكمل كلام مع حضراتكم، خليكم معنا. بداية تحياتي لقناة أون تايم سبورتس وللإعلام المميز محمد المحمودي
ولكل الفريق العامل في برنامج سوبر ليج. تعقيبا على الفيديو اللي انتشر لنا كصحفيين واحنا بنشاهد مباراة الأهلي المصري ضد مودرن فيوتشر في نهائي السوبر المصري، بصراحة انصدمنا من حجم التفاعل الكبير وحجم الانتشار الكبير اللي صار لهذا الفيديو. الفيديو كان عفوي وبشكل بسيط، ولكن اتفاجأنا من رد فعل إخواننا المصريين على هذا الفيديو. قبلنا انتشار الفيديو بالفرحة الكبيرة صراحة، وخصوصا من الكلام الجميل اللي كانوا يحكوا إخواننا المصريين والتعليقات الرائعة وكلمات الدعم اللي كانوا يوجهوها إلنا كسكان قطاع غزة ووقوفهم بجانبنا. أثناء مشاهدتنا لمباراة النادي الأهلي في نهائي السوبر المصري، كانت للبحث عن فسحة أمل وسعادة، كنا متأكدين أنه حيمنحنا إياها النادي الأهلي المصري بفوز وتتويج بهذه البطولة، ولو كانت هي فرحة قليلة مقارنة بحجم الألم اللي احنا بنعيشه والحزن اللي احنا بنعيشه، ولكن هي في الأخير فرحة احنا كنا محتاجين إلها بصراحة في هذا الوقت. في غزة الأندية المصرية إلها شعبية كبيرة كبيرة كتير كمان، يعني عندنا في غزة بتلاقي في رابطة مشجعين النادي الأهلي المصري أو رابطة مشجعين النادي الزمالك المصري، ولكن من وجهة نظري كأهلي وأعتقد أنه النادي الأهلي المصري له شعبية أكثر في قطاع غزة، وفي لاعبين كتير مؤثرين، لاعبين مصريين مؤثرين جدا في وسط قطاع غزة خصوصا في الأطفال. ويمكن شاهدنا فيديو الطفل المصاب عليه وهو بيقول لك انه النادي الاهلي قدوتي ومحمد الشناوي قدوتي، هذا دليل على انه الطفل في غزه بينولد بحب مصر والانديه الكرويه في مصر. الدعم اللي بنشوفه من الانديه المصريه وخصوصا من النادي الاهلي ولاعبين النادي الاهلي بيدينا دفعه قويه، بيخلينا دائما نتابع المباريات عشان نشوف هذا الدعم، عشان نتاكد انه احنا مش لحالنا، انه كل العالم واقف معانا. يعني شفنا حسين الشحات في مباراه نهائي السوبر المصري بعد ما سجل هدف واحتفل احتفالية مؤيدة لغزة، أيضا لاعبين كتير زي محمود كهربا، كريم فؤاد، أكرم توفيق، ولاعبين أيضا من أندية أخرى، لاعبين نادي الزمالك، وكل الأندية المصرية كان إلها موقف داعم للقضية الفلسطينية في احتفالاتهم وتسجيل أهدافهم. وهذا الإشي صراحة بفرحنا كتير، بأكد إلنا أنه في ناس واقفة جنبنا من برا غزة ومش ناسي قضيتنا. عندنا في قطاع غزة في كتير لاعبين محبوبين من النادي الأهلي خصوصا، محمد الشناوي، محمود كهربا، محمود الخطيب بيبو، يعني هاي أسماء لامعة، هاي أنا بحكي من النادي الأهلي. من غير النادي الأهلي في أحمد سيد، زيزو، شكبالة، محمود جنش، أنا على صعيد الشخص أخوي بيلعب حارس مرمى وهو زملكاوي وبيحكوا له جنش، فهذا دليل على أنه اللاعبين المصريين يعتبروا قدوة لأهل قطاع غزة اللي بيلعبوا كرة وبمارسوا الرياضة. في الأيام المقبلة حنشوف المنتخب المصري في منافسات أمم أفريقيا، حتشوف كل غزة من مخيمات النزوح قاعدة بتشاهد وبتدعم المنتخب المصري والمنتخبات العربية أيضا المشاركة في هاي البطولة، ولكن على وجه التحديد المنتخب المصري بسبب قرب غزة وحب غزة الكبير لمصر. أنا من وجهة نظري شايف أنه النادي الأهلي هو فريق كروي متكامل، بيلعب كرة حلوة، مسجل أهداف، لكن في بعض المباريات بنشوف قلة توفيق لدى اللاعبين. فأنا من وجهة نظري الأهلي لا يحتاج لأي صفقات، لكن هو يحتاج لبعض التوفيق من اللاعبين، وشفنا في كأس العالم للأندية كيف أثبت النادي الأهلي قوته للمنافسين. أنا بحكي أنه النادي الأهلي مش بحاجة لصفقات جديدة، أو إذا كان هناك صفقات هي تكون فقط للتدعيم، لكن النادي الأهلي هو فريق كامل ومتكامل. غير الدور المصري في دوريات كتير بشاهدوها المواطنين هنا في قطاع غزة، ولكن أكثر دوري ممكن يكونوا بتابعوه هو الدور الأسباني وتشجيع فريق ريال مدريد وبرشلونة، لكن أنا على صعيد الشخصي مكتفي بمتابعة الدوري المحلي في غزة والدور المصري، وأنا مشجع عنيد للنادي الأهلي المصري. كان الله في العون، شكرا جزيلا ليك، وربنا يفرحك كمان وكمان بالكرة المصرية وإنجازات الكرة المصرية، ويكون كل الناس داعمين لهذه القضية. شكرا أنس، شكرا جزيلا على اختصاص سوبر ليج بهذا اللقاء، وكل الشكر لأدهم البدراوي على هذا اللقاء بدون نقاش. طيب نروح لأوروبا لأنه الأحداث تتوالى. أولا فيديو انتشر في الساعات اللي فاتت لمبابي من فترة طويلة،
والفيديو كان الحديث فيه في محاولة لبيان أو استبيان فكرة هو مبابي رايح ريال مدريد أو لأ. يسأل مبابي مين المدرب اللي أنت عايزه يدربك الفترة اللي جاية، فيبتسم ثم يراوغ. فالصحفي يسأله طب مين المدرب اللي تحب تتدرب تحت ايده، هل هيبقى انشيلوتي ولا حد تاني؟ ممكن نبص عليه يا جماعه، يعني بص على الفيديو ده لانه منه بتبدا الحكايه كامله بدون نقاش. نبص على الفيديو ونكمل كلام مع حضراتكم عن هذه القضيه. كوتش let me help you. Carlo Ancelotti? No. My father. Maybe one day we'll change. الأحداث تتوالى في مدريد. اشمعنى؟ الفيديو اللي كارلو أنشيلوتي كان مثار الحديث عن مبابي، إن مبابي بيقول إنه كارلو أنشيلوتي يعني هو اللي يدربك، لا مش هيدربني، بدأ هنا يخلي الأمور شوية تروح في سكك تانية. واحدة واحدة بقى وبالراحة كده علشان نبدأ نفهم الأمور. ريال مدريد عنده محاولة واحدة فقط لا غير، هي المتبقية في كل الفيلم اللي بدأ من سنة أو من سنتين على موضوع كيليان امبابي. هذا الفيلم ينتهي عند هذا الرجل بمكالمة هاتفية من فلورنتينو باريز، امبابي في يناير إن لم تحدد مصيرك أنت مش معانا. كويس؟ ده اللي كان لغاية الحلقة اللي فاتت. الجديد بقى ثلاث تقارير بياخدوا زوايا مختلفة في القضية بيوصلونا لنتيجة مهمة جدا. فنبدأ بقى واحدة واحدة ونشوف الدنيا اخبارها ايه. اولا بدا ماريو كورتيجانا الصحفي في ذا اتلتيك يتكلم عن نظريه مهمه جدا ليها علاقه بين مبابي والمستقبل مع ريال مدريد. فقال ايه؟ نبص مع بعض. اولا ريال مدريد بيقوم بمحاوله جديده للتعاقد مع مبابي، لكن في الوقت نفسه بيدي النادي المهله للاعب لغايه 15 يناير القادم. عايز تيجي اهلا وسهلا وتعلن، لو مش عايز تيجي انتهى الامر بشكل رسمي. اشمعنى اللي جايه؟ انه بعض اللعيبه في ريال مدريد والملعب مخليين الامور صعبه، بمعنى تكلفه الاعمال في تجديد سانتياغو برنابيو مخلي في حد من القدره الشرائيه لريال مدريد، والنادي عنده اولويه رغم كل الديون، لازم كل سنه اطلع كسبان، وده اللي قلناه الحلقه اللي فاتت، وده اللي قدر يحصل. من حيث اللعيبه، بيلينغهام على سبيل المثال رفض عروض ماليه ضخمه اكتر من ريال مدريد علشان يروح الريال فقط لا غير. ومن المحتمل ان يتعين على مبابي انه ياخد نفس السكه زي ما شواميني عمل في عام 2022 على سبيل المثال. حاجه تانيه مهمه جدا في السياق، وهي انه في ظل كل الكلام ده تبدو بقى هنا الرغبه دلوقتي غير زمان. اشمعنى؟ تقرير كان تاني مهم جدا بيتكلم عن هذه القصه من زاويه مختلفه ليها علاقه بانه الريال بتاع زمان غير الريال بتاع دلوقتي. اشمعنى؟ نبص مع بعض. مارك رويز الصحفي المرموق في اس الاسبانيه قال انه عدى 6 سنين ولسه الامور على حالها، ولكن مبابي كان يمتلك اهميه اكبر خلال فتره انهيار ريال مدريد لما مشي رونالدو ومشي كريم بنزيما، لكن دلوقتي المشهد اتغير كليا، بمعنى ان ريال مدريد نفسه في الوقت الحالي في فينيسيوس، وظهر بيلينغهام بتألق يؤهله للكرة الذهبية، وحتى هالاند هيكون في متناول مدريد بداية من 2025، وبالتالي الموضوع ده معتمد على مبابي أكتر من أي ظرف آخر، سواء هينتهي به الأمر باللعب في البرنابيو أو لا ينتهي به الأمر في اللعب بالبرنابيو. وبالتالي ما يحدث في الوقت الحالي بيقول أن ريال مدريد أصبح هو الحلقة الأقوى، هو المتحكم في الأمور. أنت مش عايز تيجي بلاش، انت الخسران. وده اللي كان جمهور ريال مدريد يتمنى انه يشوفه، لانه ده اللي كان الوضع المغاير تماما للي وصفه ايدو اجري بان وقتها في 2022 كنت عايز الارض تنشق وتبلعني لما مبابي نزل ارض الملعب واعلن باريس تجديد عقده، وبالتالي فلورنتينو باريس بشكل او باخر حمى كل الحقوق وفضل ان يقوم اولا بالتوقيع مع كارلو انشيلوتي، علشان في النهايه ده المدرب بتاعنا، ده اللي مكمل معانا، دي الخطوط العريضة. انت عايز تيجي اهلا وسهلا، مش عايز تيجي الموضوع انتهى، وشكرا جزيلا على حسن تعاونك معنا. كارلو انشيلوتي في ريال مدريد رسميا، اتكلمنا عن الاسباب بدون نقاش في السابق، لكن نشوف اهم المشاهد من تجديد هذا التعاقد ونكمل كلام، لانه برشلونة عنده عركة كبيرة جدا. نبص ونكمل تاني مع حضراتكم.
برشلونة عنده عركة كبيرة جدا من الناحية المالية، وعنده عركة أكبر ظهرت فجأة بحكم وجود أتلتيكو مدريد في تصنيف قد لا يسمح لبرشلونة أنه يلعب كأس عالم 2025. إيه بقى التفاصيل؟ تعالوا نحكي واحدة واحدة. برشلونة كان عنده أزمة مالية ضخمة جدا، اضطر أن هو يبيع أصول النادي، بعض من أصول النادي، وواحدة من هذه الأصول كانت بارسا ستوديوز. بتعمل إيه بارسا ستوديوز؟ دي المؤسسة اللي كانت بتعمل أفلام وثائقية، دعاية إعلانية، حاجات تخص النجوم وتخص اللعيبة في برشلونة. برشلونة لما باع القصة دي باع 49% من هذه الأسهم. حلو الكلام؟ والداتا نازل دلوقتي وتعرفوا الأرقام واحدة واحدة. ال 49% دول راحوا لمين وايه المشكله اللي ظاهره دلوقتي؟ نبص مع بعض. اولا الازمه انه صندوق ليبرو الاستثماري الالماني مش قادر يسدد ال 20 مليون يورو قيمه شراء 10% من استوديوهات برشلونه. حلو الكلام؟ ال 10% دول هو جزء من ال 49% اللي كنا بنتكلم عليهم. يعني برشلونه باع 49% لشركتين يشتروا، الشركتين دول باعوا من 49% 10% لصندوق اسمه ليبرو. حلو الكلام؟ فبرشلونة وجاي بيحصل 200 مليون يورو لقى انه الصندوق ده ما دفعش 10% اللي هي المقدرة ب 40 مليون يورو. ال 40 اللي ما جوش دول عملوا ايه بقى؟ بص يا معلم، اولا ال 40 دول كان برشلونة هيديهم للاتحاد الاسباني، رابطة الدوري يعني، وبالتالي لما الفلوس دي ما جاتش دفع 20 وما كانش قادر يدفع الدفعات التانية، وبالتالي برشلونة كان مستني الفلوس دي، وبعد التعثر الموجود في الوقت الحالي رجعت من تاني للمربع صفر اللي هو انا مش قادر ان انا اسجل لعيبة. هتسأل طب روكي اللي لسه جاي من ايام، لا ده اتدخل في موضوع جافي، دي قصة تانية. لكن برشلونة لحد النهاردة ما يقدرش ان هو يأيد لعيبة طالما ان الفلوس دي هو مش قادر يدفعها، اشمعنى؟ لان الصندوق اتاخر في دفع الفلوس. الحاجه الثانيه بقى الاخطر، الفيفا حكم على كاس العالم للانديه بانه ابطال اوروبا وبعد كده التصنيف يحكم، لكن مع قاعده صغيره بانه ما ينفعش فرقتين من دوله واحده يشاركوا او اكتر من فرقتين من دوله واحده يشاركوا في كاس عالم انديه. وبناء عليه ريال مدريد كده كده رايح، فاصبحت العركه بين برشلونه وبين اتلتيكو مدريد. الوضع بقى عامل ازاي؟ تعالوا نبص تاني مع بعض. الفريدو مارتينيز الصحفي في سبورت كان بيتكلم على القصه دي وقال انه الاتحاد الاوروبي منح 4 مقاعد لابطال النسخ الثلاثه اللي فاتت، تشيلسي، ريال مدريد، وسيتي، وبطل النسخه الحاليه من دوري الابطال. طيب اللي مش ابطال بقى يعملوا ايه؟ اللي بعدها. علشان تحدد هويه اللي فاضلين انت بتبص على النسخ الاخيره الاربعه الاخيره في دوري الابطال وتعمل تصنيف. والفيفا منع مشاركة أكثر من ناديين من كل دولة. التصنيف بقى بيقول إيه في أسبانيا؟ بيقول إن أتلتيكو مدريد سابق برشلونة بسبع نقط. حلو الكلام؟ وبالتالي أنت هنا كجمهور برشلونة في حاجة إلى إنك تؤازر لينتر بأقصى درجة ممكنة، لأنه التصنيف بيقول إنه أتلتيكو مدريد طول ما هو مكمل معاك في الشامبيونز ليج أنت بتضيع. نبص على التصنيف مع بعض. التصنيف بيقول انه الأندية في الوقت الحالي عاملة عندك مشكلة كبرشلونة. حلو الكلام؟ فالسبع نقط دول الحسبة بتاعتهم ازاي؟ كل نادي بيلعب ذهابا وإيابا دور 16 اللي جاي ده تاخد نقطتين لو كسبت، نقطة لو تعادلت. اتأهلت الدور اللي بعديه تاخد نقطة. فمثلا برشلونة هيلاعب نابولي، كسب الذهاب دي 2، كسب الإيابة دي 2، لو تعادل في واحدة فيهم أدي واحدة، تتأهل الدور اللي بعديه أدي واحدة. فده التصنيف. بيقولك التصنيف إنه أتلتيكو في المركز العاشر زي ما أنتوا شايفين، وبرشلونة في المركز الـ 12، الفرق 7 نقط. وبالتالي كل ما أتلتيكو كمل معاك كل ما الموضوع بقى صعب جدا جدا عليك، وبالتالي جمهور برشلونة هيقلبوا انتريستا علشان يتخلصوا من هذا الكابوس، بحيث إن أنت لو عديت نابولي كسبت الذهاب والعودة وخدت النقطة بتاعة التأهل، على الأقل لو اتأهلت بأي طريقة كانت كسبت ماتش وتعديت ماتش مثلا يعني، والدور اللي بعديه كسبت لك واحد كمان، خلاص جبت السبع نقط وأمورك تمام وما عندكش أي أسبان تانيين والمسألة منتهية. هل الأمر يبدو سهل؟ لا،
لان اتلتيكو خصم عنيد جدا، لكن برشلونه في ظل هذه الازمات، في ظل ان هو محتاج اصلا فلوس كل ماتش، كل ماتش بتاع التاهل المكافاه بتاعته، سواء التاهل الادوار المستقبليه او حتى للنهائي، انت محتاج تخش حرب علشان تكسب البطوله او توصل لابعد مدى ممكن. ده غير ان كاس العالم نفسه فيه فلوس لم يتم الاعلان عنها، لكن يبدو مبلغ مالي ضخم، وبالتالي هي حرب ضد الزمن والوقت والظروف والقايمه وتشافي وكل حاجه علشان ترجع من تاني، وهي حرب جديره بالمتابعه بدون نقاش. دي كانت قصه برشلونه واللي حصل في الفتره الماضيه. تعالوا على ذكر برشلونه وعلى ذكر كاس العالم للانديه، احد الحالمين بكاس العالم للانديه والمشاركه الاسيويه واللعب في البطوله بدون نقاش هو كريستيانو رونالدو، اللي قدر مع فريقه التعاون فريقه النصر في مباراه ضد التعاون انه يختم الموسم، والراجل هو هداف هذا العام، والراجل عدى كل الحدود وراح يتريق على التصنيف بتاع الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء بانه ازاي يبقى دول احسن لعيبه في العالم وانا مش موجود. فتعالوا الاول نتابع شريط الاهداف في مباراه النصر مع التعاون، ثم لقاء خاص مع كريستيانو رونالدو في الحديث بعد المباراة، ونرجع نكمل كلام مع حضراتكم. Very happy. Was a good year for me, collective and individual too. I scored so many goals. I helped the team a lot in Al Nassr and also in the national team. So I'm really proud. I will continue. I feel good. I feel happy. And next year I will try to do it again. I'm happy. I'm happy because I start to the decision to coming here. Nobody believed that. What I say, but this is the past. This is doesn't matter anymore. The most important is the league is grow. The players they want to come because they know the league is competitive. And the whole world now watch now the Russia league. So it's good. I'm happy. I want to continue, and I hope that if big players want to come, they will be very welcome. I'm very happy. As I told you before, hard work, dedication. I have to say thank you to all my teammates. Without them, this is not will be possible. The fans, because they follow everywhere, and I want to continue. يستعد المنتخب الجزائري لكأس الأمم الأفريقية بتشكيلة ومجموعة قوية جدا بالمناسبة، ومجموعة عندها التنوع وعندها مهارات مختلفة وعندها لعيبة سوبر ستارز في أماكنها. لكن الحقيقة يا جماعة، في التعامل مع لعيب المنتخب الجزائري في هذا التوقيت في هذه السنة على مدار الفترة اللي فاتت، بان قد ايه انه الشيء الوحيد المفتقد فنيا الامور تروح وتيجي، تبقى كويس النهارده وحش بكره كويس بعده. بدا انه الامر اللي اختلف من 2019 لما كلنا في مصر هنا اتفرجنا على منتخب الجزائر وهو بطل كاس الامم الافريقيه بجداره واستحقاق، هو النرف، الرغبه، الغده اللي بتتحرك، العروق النافره، الرغبه انك تنزل تموت نفسك في الملعب علشان تاخد بطوله. وانا لا اؤمن بموضوع التشبع خالص، لكن اؤمن ان التحفيز له طرق عديده، لانه لا يمكن هتعلم رياض او اسماعيل بن ناصر او بغداد بونجاح او عموره او اي لعيب في منتخب الجزائر يلعب كره ازاي. دي لعيبه كلها نجوم طبعا، تبني منظومه تشتغل معاها، تبني شويه حاجات تكتيكيه تمام. بقول ده ليه؟ لانه حديث الكابتن جمال بالماضي الذي اكن له كل التقدير والتحيه والحب لا يناسب التوقيت. ليه؟ لأنه ما ينفعش بلغة الكورة تركب ناس عليك. هنبص على التصريحات اللي الراجل بيقول فيها أولاً إن إحنا المنتخبات المرشحة للتتويج هي دائماً نفسها، على غرار تونس والمغرب ومصر وكوت ديفوار والسنغال ونيجيريا. إزاي يا جدع؟ يعني المنتخب التونسي اللي كان عنده الكثير والكثير والكثير من المشاكل، منتخب نيجيريا اللي في تصفيات كاس عالم اصلا مش عارف يكسب، كوت ديفوار جامده اوكي، المغرب جامده اوكي، مصر تمام. لكن ان احنا نقول ان المنتخبات دي هي كل مره هي المرشحه، وانه ما حدش يمكنه التنبؤ بمين اللي هيكسب، وانه احنا مش مرشحين واحنا عندنا طموح كبير ان احنا نروح ونوصل لابعد مدى ممكن، لا يناسب الامر. ليه لا يناسب الامر؟ انا صدق الكلام ده في 2019 جدا، لكن انت بطل بطوله ما رحتش كاس عالم والدنيا كلها وقفت جنبك، فلازم اللعيبه يبقوا عارفين انه انا رايح عشان اخد الكاس، ولو ده ما حصلش
يبقى فشل، لان انت راس براس في الكوره. مغرب، مصر، سنغال، كوت ديفوار، مع كامل الاحترام لكل الناس، مع كامل الاحترام، راس براس مع الكل. طب انا عايز اشيل الضغوطات من على اللعيبه، ده لو كانت لعيبه صغيره، لو كانت لعيبه داخل المنتخب اول مره. لكن انت في قوام رئيسي موجود عندك، في اربع خمس ست لعيبه جامدين جدا، واللي داخل داخل وهو محترف جامد جدا. فانت ما عندكش لعيبه صغيره، لعيبه بتجربها في مكان جديد، مفيش مركز فيه ضعف انه عنصر واحد لو غبي المنتخب يتاثر. انت عندك تنوع كبير جدا، وبالتالي انت ادرى. لكن اللهجه لما بقيسها من الزاويه الاعلاميه، ربما ربما كان الضغط على اللاعبين والاعلان قدام الاعلام انه يا جماعه احنا رايحين ناخد البطوله، طبعا لو وصلت للنهائي وخسرت الناس هتسقف لك، مفيش مشاكل. لكن فكره ان احنا مش مرشحين وتركب منتخبات، هي في الواقع دلوقتي بتاع النهارده المدير الفني لمنتخب تونس عارف ان قيمته قياسا بقيمه الجزائر ما هيش افضل حاجه. المدير الفني لمنتخب نيجيريا عارف ان قيمته قياسا بالجزائر مش افضل حاجه، بوضوح يعني. فانه نركب المنتخبات دي على منتخب الجزائر، فاعتقادي ان هذا الامر لم يكن مناسب على الاقل من حيث التوقيت فقط لا غير. لكن اهل مكه ادرى بشعبها يعني. نشوف التصريحات الكامله للكابتن جمال بالماضي على صعيد المنتخب الجزائري، نستمع للتصريحات ونرجع نكمل كلام مع حضراتكم، وهيبقى عندنا كمان فاصل بعد هذه التصريحات، وبعد الفاصل بقى نرجع ونكمل حديثنا في سوبر ليج، فخليكم معنا ولكن بعد الفاصل. لقد قضيت ستة سنوات مع المنتخب الوطني ولم يكن لدي مطلقا جميع اللاعبين الذين يلعبون كثيرا مع أنديتهم. هناك فترة لا يلعب فيها اللاعبون كثيرا مع أنديتهم، بالطبع وقت اللعب مهم، ليس دائما ما نريده هو أننا نقوم بتحديث لاعبين الثلاثة باستمرار. دائما الهدف للذهاب إلى أبعد نقطة لنكون الفائز، للحصول على نتيجة جيدة والتي لا تتغير أبدا. لدينا جميعا نفس الهدف. الفرق المرشحة غالبا ما تكون هي نفسها ونحن نعرفها، مصر والسنغال والمغرب وتونس ونيجيريا وكوت ديفوار. وكوت ديفوار هي المرشحة الكبرى التي ستلعب على أرضها هذا العام. جميع الفرق كبيرة، لا أحد يعرف من سيفوز هذا العام. بالنسبة لنا نحن في موقف لم نتأهل فيه إلى كأس العالم الأخيرة، وخرجنا أيضا من الدور الأول في كأس أفريقيا الأخيرة، لذلك نحن لسنا المرشحين. أنغولا هي هدفنا الأول. بدء المنافسة بالفوز أمر ضروري. لقد شاهدنا آخر ثماني مباريات لأنغولا، ومبارياتهم الست في تصفيات كأس أفريقيا، ومباراتين في تصفيات كأس العالم الشهر الماضي. إنه فريق استقبل هدفا واحدا ولم يتم تسجيل أهداف أيضا. إنه فريق يصعب الفوز عليه. جميع الفرق التي تأهلت لهذه البطولة تتمتع بالجودة. في وقت سابق فاز الزمالك على الأهلي في دوري مواليد 2003، وكان هذا الفريق بيدي للجمهور أمال كبيرة جدا على بعض اللعيبة، رفاعي وصلاح وغيره وغيره، وعملنا فقرات هنا وسبحان الله تصعد رفاعي تاني يوم حلقتنا هنا. طبعا ملهاش علاقة لكن حاجة بالنسبة لنا كويسة يعني، يعني يتكلم على لعيب فتاني يوم يروح الفريق الأول، دي حاجة ممتازة وله كل التوفيق. في مشكلة عند الزمالك انه الفوز ده تحول بشكل او باخر الى لعنه. كون بقى انه اللعيبه اعتبرت انه ده اخر الطموحات يمكن، كون انه الفريق اتاثر بالموضوع ده يمكن. لكن اللي ما ينفعش، اللي ما ينفعش انه مجلس اداره النادي نفسه يبقى شايف فريق فيه لعيبه كويسه اتصعد منها اتنين تلاته يتمرنوا مع الفريق الاول، ويبقى الفريق ده يتسحب منه الثقه. ده معلومات مش وجهات نظر. يتسحب منه الثقة انه يلعب في كاس الرابطة. عشان ايه بقى؟ عشان اللي حصل بعد ماتش الاهلي. الزمالك بعد ماتش الاهلي خسر من المحلة 2-1، ورحل بعدها الكابتن ابراهيم صلاح وحل مكانه الكابتن سامح اسماعيل. لعب بعدها مع سيراميكا وخسر الفريق بركلات الترجيح. لعب الفريق بعدها مع زد، خسر من زد 4-0، وزد بيحتل المركز 16. كسبوا مودرن فيوتشر في اخر مباراه 1-0، وبعدما كان الفريق بيناطح الاهلي في سباق الدوري اصبح الاهلي 39 نقطه في الوقت الحالي في الصداره، انبي 38، الزمالك عنده 35.
بعد ما الامور كانت في حته راحت حته ثانيه خالص. الفريق بعد الخسائر اللي انا ذكرتها راى مجلس الاداره انه كاس الرابطه لا مش هينفع، بعد ما كانت النيه انه الفرقه دي تشارك خافوا. لو اتغلبنا والشكل والحاجات، اولا اذا كان عندك مشكله علشان السوبر فانت بتواطح مع الرابطه او مع اتحاد الكوره، ده شان تاني شان تاني. لكن بتكلم بقى كلام الكوره الكلام الفني، انه اللعيبه دي اللي هي مواليد 2003 الفريق ده لو هو عارف ان كل سنه عنده دوري ناشئين وعنده كاس وعنده كاس رابطه، هل متخيل رد فعله عمل ازاي؟ متخيل لو اللعيب ده هو عارف ان اقصى طموحه ماتش الاهلي السنه دي هو اللي هيتزاع، فانا هكسر الدنيا. وده اللي حصل، اتزاع الماتش على اون تايم سبورتس، الكل شاف رفاعي، شاف محمد صلاح، اللعيبه نورت، تعالوا الفريق الاول. عدى ماتش الاهلي الباقي ما اتزعش، ما خدش نفس الصيت، في اخطاء فنيه، في حاجات تانية اوكي. بس تخيل لو الراجل نفسه لعيب الكوره ده لقى انه الاداره بتقول له من اول السنه باشا كاس الرابطه عندك كلعيبه وكمدرب قاعد بره، انا هنزل الاعب الفرق اللي موجوده في الدوري المصري غير بقى اهلي وزمالك، بلاعب الاسماعيلي، بلاعب بيراميدز، بلاعب بلديه المحله، بلاعب زد، بلاعب امبي، عارف ان عندي حاجه كبيره. اتغلبت، هو ايه اللي جرى في الدنيا؟ ما هو انت مغلوب في الدوري عادي جدا. شلت الثقه من اللعيبه والناس اللي كان المفروض تبقى مكمله معاك، وبتزود لعيب في الثاني في الثالث وانت في ضائقه ماليه وانت محتاج ان اللعيبه دي تنور بشكل سريع جدا. عدم المشاركه في كاس الرابطه للفريق ده هي مشكله وكارثه توجه لمجلس الاداره، ان انت خفت وبالتالي اللعيبه دي هتفضل خايفه وهيفضل معدل التطور بتاعها اللي مش هيلاقوه مع الفريق الاول للزمالك بعد ما سحبت منهم الكاس ده. في اعتقادي ان القرار لن يكن موفقا على الاطلاق بالنسبه لنادي الزمالك. على ذكر الزمالك حاجه تانية مهمه، كاس العالم للانديه والفاير اللي فتحته انا ودكتور طارق الادوار كذا مره وكان تبدو في امال قليله جدا انتهى رسميا. ليه؟ لانه الفيفا ذكر انه لا نيه اطلاقا ولا وجود لاي حسبه خاصه بالكونفدراليه. يعني كانت اللعبه مبنيه على اساس انه دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه معدل النقط في تصنيف تشوف مين سابق مين. لكن دلوقتي تم اعلان بشكل رسمي انه التصنيف الخاص بكاس عالم انديه على الفرق المتنافسه جوه دوري ابطال افريقيا. فاصبحت القصه دلوقتي ما بين صن داونز، ما بين الترجي والفرق بقى اللي بعدها. مين بقى الفرق؟ محتاجين برضو نقول لحضراتكم. اولا صن داونز في التصنيف عنده 81 نقطه، الترجي عنده 75 نقطه، شباب بلوزداد بعيد جدا عنده 59 نقطه. وبالتالي المنطقي والواقعي ان يكون الفريق اللي هيمثل افريقيا في كاس عالم الانديه 2025 عن نسخه السنه اللي فاتت محصوره ما بين صن داونز والترجي. لو صن داونز خد بطوله السنه دي هل الترجي يتاهل؟ ده سؤال مهم جدا. الحاجه الثانيه انه بيراميدز بقى اخدم نفسك بنفسك، ولا فيها كونفدراليه ولا فيها زمالك ولا فيها اي حاجه، انت اخدم نفسك بنفسك. لو انت خدت البطوله انت بتروح بشكل مباشر، مالكش علاقه باي حسابات، وبالتالي نقطه مهمه جدا 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 في هذا السياق. عامه في انديه كتير بتلعب على المراكز، لكن الفكره هنا انه الاقرب بحكم التصنيف هو الترجي وهو صن داونز. كل التوفيق للترجي طبعا لانه فريق عربي اولا واخيرا، ونشوف الامور رايحه على فين. نطلع لفاصل وارجع من الفاصل استقبل صديقنا العزيز حسن بلتاجي محلل اداء المنتخب الالماني السابق، هيكون عندنا كلام كتير جدا جدا في هذه الفقره، فخليكم معنا ولكن بعد الفاصل. فخر العرب الحقيقي وصل يا جماعه خلاص، يعني كنا بقالنا سنه عمالين نفاوض هتيجي امتى يا ابني، طب اخر السنه، طب اول السنه، لحد ما الحمد لله ربنا كرمنا. طبعا حسن بلتاجي اسم غني عن التعريف، لانه اولا كل من يختص بتحليل الاداء، بتحليل الكوره، بداتا البيانات، كل الكلام ده عدى عليه اسم حسن بلتاجي في سياقات كثيره جدا. ده من ناحيه المعرفه. من ناحيه بقى التايتل هو محلل اداء المنتخب الالماني السابق، راجل اشتغل في باريس سان جيرمان محلل اداء، الراجل كمان هيد كوتش في الدرجه الرابعه في الدوري الالماني، وهو اول نموذج مصري في القصه دي. مشرفنا فخر العرب.
اخبارك ايه؟ تعبتنا معاك ومشرفنا برضه في النهايه. انا سعيد ان انا موجود معاك يا محمودي حبيبي. وكل سنه وانت طيب. انت بألف خير. الساده المشاهدين كلهم طيبين وان شاء الله تبقى سنه كلها خير وسلام علينا كلنا يا رب باذن الله. اولا قبل اي حاجه نعرف الاول اللي بيحصل دلوقتي، لانه انا سمعت قصه مع هانز فليك، وسمعت ان انت في الدرجه الرابعه في الدوري الالماني، وسمعت ان الرخصه الجايه تخليك تدرب في الدرجه الثانيه وفي الدوري الالماني شخصيا، فاحكي لنا بس تفاصيل الموضوع من الاول، ايه اللي حصل فيه؟ انا بعد ما اشتغلت في باريس جت الفرصه ان انا اخد الرخصه ويفا ايه دي اخر رخصه قبل البرو، البرو ماشي. دي اللي هي مع جوارديولا ومورينيو وكده. كويس. فانا بدات الويفا ايه بقى لي سنتين، خلاص خلصت الرخصه، مستني النتيجه تطلع ان شاء الله، يعني هعدي يا ابو سهل هننجح ان شاء الله هننجح يعني. فبعد الرخصه دي محتاج اروح الرخصه برو. الرخصه برو بتبقى على حسب البلد، يعني المانيا بلد بيجي لها 25 مكان بس من الاتحاد الاوروبي كل سنه، في بلاد تانية بيجي لها 25 مكان كل سنتين وهكذا على حسب حجم عدد الممارسين اللعبه. ففي عمليه نقاط بتحصل في الوقت ده، فعلى حسب انت اشتغلت فين مع اني ودوري وعلى حسب هم عايزين يزودوا ايه بتاخد نقط، عمليه نقط بقى. فانا يعني هدخل نقط مع توني كروس ومولر والناس دي يا ابو سهل عشان ناخد الرخصه برو، يعني الموضوع مش سهل يعني. طبعا اللعيبه اللي لعبت بوندس ليجا بتاخد نقط، هتبقى تحكي لي دي بالتفصيل. هتحكي لي دي بالتفصيل، بس الاول عشان انا عارف انه الناس يعني اسئله كتير جدا عند الناس فيما يخص القصه دي. انا لما بحاول اتخيل انه شاب عايز بيحب الكورة عايز يشتغل في الكورة بشكل أو بآخر ويوصل النهاردة أنه يبقى محلل أداء في واحد من أكبر الأندية على مستوى العالم باريس سان جيرمان، واحد من أكبر المنتخبات على مستوى العالم هو منتخب ألمانيا، لما حد تجرب تقوله الكلام ده يقولك إزاي يعني، يعني إيه اللي حصل؟ فواحدة واحدة كده تحكي لنا وتحكي للناس هو إيه اللي حصل من واحد بيحب الكورة لواحد بقى محلل أداء في واحد من أكبر المنتخبات على مستوى العالم. هو الموضوع ببساطة أنا يعني أنا سافرت برا مصر بالأساس، أنا مهندس كويس. مهندس اتصالات، وسافرت برا مصر علشان أشتغل في الكرة، يعني ده كان الهدف الأساسي. غير كده كنت بالنسبة لي شغل الهندسة في مصر كان ظريف، أنا كنت مهندس سوفت وير فما كانش عندي أي مشكلة قوي في أقعد في القاهرة في اسكندرية من اسكندرية ماشي. فسافرت ألمانيا علشان أشتغل في الكرة ماشي. بدأت أول عائق بالنسبة لي اللغة، أنا مش بتكلم ألماني خالص. بدأت في نادي بيلعب في الدرجة التاسعة علشان المدرب بتاعه بيتكلم انجليزي واللاعبين بيتكلموا انجليزي، طبعا ده هو 100% درجة تاسعة. يعني بتعمل ايه بقى هناك؟ مساعد مدرب هناك. وهنا انت كنت مخلص شوية رخص ولا كنت معاكش اي حاجة؟ كنت صفر على الابيض خالص، وهم قالوا لي طيب تعالى ابدأ اتطوع واحنا هنساعدك انك تطلع الرخصة. تمام. النادي دفع لي فلوس ان انا ادخل في الرخصة اللي هي الجراس روت الاول، اخدت رخصه جراس روت والسي مع النادي، النادي دفع لي رخصتين. ده من كام سنه يا حسن؟ ده 2016. حلو. في 2017 نهايه 2017 كان في نادي بيلعب في الدرجه الثالثه، نادي محترفين اسمه كارلت ساي سينا، كانوا عارضين يعني زي تدريب كده لمده سنه في النادي لمحلل اداء. انا ساعتها كنت عملت شويه فيديوهات على اليوتيوب مش عارف ايه حاجات كده، فكنت بعرف اقطع فيديوهات وكده. فعرضت على المدير الرياضي وقلت له انا عايز يعني اقدر اساعدك وكده. فقال لي طيب تمام انت تقدر تساعدنا وخلينا نبدا نشتغل. بعد سنه عيني رئيس القسم، يعني خلاني رئيس القسم وبقيت مسؤول مدرب فريق تحت 21 سنه. خلصت النادي ده، خدت تجربه تانية مع فريق اول تاني في الدرجه الرابعه في المانيا. انت هنا بقى ماشي بالسي في. انا اشتغلت في الدرجه التاسعه بعدين في الدرجه الكام، فانت انا ماشي بالسي في وانا في الدرجه الثالثه خدت الرخصه بي. تمام. ولغايه هنا في المانيا الدنيا تمام، يعني اي حد يقدر ياخد الرخصه بي، مش موضوع مش صعب، فيها شويه غلاسه اختبارات قبل ما تدخل امتحانات عشان تاخدها بس. وكان اللي انت بتدرسه من الدرجه التاسعه لحد بعدها بشويه كافيا ان انت يكون عندك كل المبادئ؟ لا طبعا خالص، بس في نفس الوقت هو على حسب المستوى اللي انا فيه. يعني انا لما كنت بدرب فريق 21 سنه الفريق ده كان بيلعب في الدرجه الخامسه ماشي. فبالتالي انا كان معايا رخصه بي اقدر ادرب الفريق ده. اوكي. عشان ادرب فريق في الدرجه الرابعه لازم يكون معايا رخصه ايه مثلا وهكذا، يعني الموضوع على حسب انت مستواك ايه. ممتاز. وبالتالي ساعتها بقى قررت ان انا اعمل ماجستير بقى، قلت خلينا بقى نعمل ماجستير. في ايه ماجستير؟ في تحليل المباريات. ماجستير في تحليل المباريات. دي دراسة موجودة في ألمانيا؟ يعني في جامعة بتطلع ماجستير في حاجة شبه كده؟ الجامعة الرياضية الألمانية في كولن، دي تعتبر أكبر جامعة رياضية
في اوروبا كلها. هم كانوا عاملين في الوقت ده 2019 كانت ثالث دفعه هتبدا ماجستير تحليل الاداء. ساعتها بدات الماجستير ده ونقلني نقله بقى طبعا ضخمه جدا في المعرفه وفي ان انا ابقى عندي تاصيل علمي لاي حاجه بعملها. وبعد كده بقى جالي العرض بتاع باريس كمدرب لفريق 15 سنه، رحت مدرب فريق 15 سنه في باريس. باريس ده جالك بعد فريق الدرجه الرابعه بتاع 21 سنه. بالظبط كده. اوكي. وده جاء عن باريس اختارك يعني شافك ازاي او قرر انه حسن هيجي يشتغل معانا، ده جه ازاي؟ لا هو ما اختارنيش، هم كانوا نازلين اعلان على الانترنت ان هم محتاجين اوكي مدربين. فانا قدمت، كان ما اعرفش في حد كام حد قدم، الموضوع بالنسبه لي كان مبهم. محتاج محلل اداء؟ لا محتاجين مدرب. مدرب في قطاع الناشئين؟ مدرب في قطاع الناشئين. فقدمت، عملت اكتر من اربع محاضرات تدريبيه للاعبين، يعني بيجيبوني بيجيبوا اللعيبه اعمل محاضره تدريبيه يقيموني ويصوروني فيديو يقولوا لي طب انت ايه رايك، طب المره الجايه، طب المره اللي بعديها، وهكذا. واتش ار انترفيو، انت عارف كل الحاجات العاديه دي. ثم بعد كده اتقابلت في باريس وبدات اشتغل مع الفريق. طبعا موسم كورونا كان موسم سيء جدا يعني، مش بلعب مباريات الدوري اتلغى فكان موسم سيء. طب وانت هنا من حيث المعرفه وصلت لحد فين؟ يعني انت هنا مدرب شغال في قطاع ناشئين باريس سان جيرمان. لا كان عندي معرفه كويسه بقى في الوقت ده مع الماجستير، مع الخبرات اللي كنت اخذتها قبل كده، مع المدربين اللي اشتغلت معاهم، فكان عندي بقى معرفه ضخمه في الوقت ده. ثم بعد كده جالي بقى منتخب المانيا، الكبير المحللين ده دكتور بتاعي في الجامعه بيدرس لي، فقال لي طب قدم، يعني قال لي انا شايف انك كويس قدم. قلت له انا في باريس ومش مستاهله يعني، قال لي بس قدم بس. فقدمت تقريبا في 8 امتحانات وثلاث شهور دراسه لغايه ما بيتقبل. طب في 1000 واحد قدم، في الاخر في 60 واحد بس اللي اتقبلنا، بقينا بقى الفريق التحليل اللي هو بنشتغل معاه. 60 محلل اداء لمنتخب المانيا. 60 محلل. 60 محلل ليه يا حسن؟ بتعملوا ايه؟ بنعمل حاجات كتير يعني، في جزء من شغلنا ان احنا بنشتغل على المنافسين. ماشي. المحتملين، لان ماشي. لان لما نوصل مثلا كاس العالم ويجي لك ترينداد وتوباجو في دور 16، هتلحق تجيب منين ترينداد وتوباجو في 4 ايام؟ فبنشتغل على المحتملين لغايه يعني انت بتشتغل على الاحتمال يوصل كاس عالم ويلعب المانيا. يعني ده بنبنيه عندنا في مكتبه الاول. ده حاجه. الحاجه الثانيه بنبني حاجه اسمها فوتبول ديفلوبمنت، اللي هو تطوير كره القدم. ده كل واحد فينا بيمسك فريق اوروبي ليه مدرب محترم، بنفلتر افكاره ونحطها في زي كده خزينه معلومات. هانزي فليك قاعد في البيت قال احنا عايزين نلعب 3 النهارده، في حد بيلعب 3 قدام 4-3-3 وعرف يلاقي حل مثلا للخروج بالكره، فيفتح يدور يلاقي والله ده ايكس مش عارف سنه كام عملوها، طب خلينا بص الفكره، اخد الفكره دي. هكذا عندنا بقى خزينه ضخمه يعني فيها ملايين النقاط البيانات لبس لافكار كده. دي ثالث حاجه، ودي حاجه مهمه جدا ان احنا بقى بنشتغل مع اللعيبه بشكل فردي. فمثلا انا في فتره كنت بشتغل مع نيكولاس زولا بشكل فردي، مش انا عمري ما قابلته شخصيا، بس هو في ابلكيشن انا بعد كل مباراه بنزل له الحاجات بتاعته وبقول له، بكتب له بقى كوتشنج تيبس، الحاجات دي المفروض تتحسن، هنا المفروض تتراجع اكتر، هنا معدل الجسم غلط. وبعد كده بقى اشتغلت مع لعيبه تانية غير نيكولاس زولا يعني. دي حاجه عظيمه جدا. دي حاجه زولا ما كانش عظيم جدا خالص. لا هي حاجه يعني القصه نفسها دي حاجه عظيمه جدا يعني. اي مرحله فيهم هي الاهم. وبعدين نقطه هنا ثانيه مهمه، احنا تحولنا من باريس سان جيرمان ان انت راجل شغال في قطاع الناشئين كمدرب لمحلل اداء منتخب الماني. فالنقله دي كانت مع اللاين اللي انت رسمه من الاول ولا بعدنا شويه عن التارجت؟ طول الوقت كان هدفي التدريب. أوكي. بشكل عام. بس عشان كده كنت متردد في فكره المنتخب. ولكن لما اتعرض ده وشفت التقديم كان مبهر يعني، هو قاعه ضخمه فيها بشر كتير جدا بيعرضوا علينا هنعمل ايه وهنتعلم ايه وايه اللي مطلوب مننا. فبالنسبه لي الموضوع ده كان مهم، وانا دايما شايف ان المدرب محتاج كمان يكون محلل يعني. المدرب لازم يقدر يشتغل محلل، مش لازم يكون اشتغل بس لازم يكون بيعرف فاهم تحليل كويس، او لازم يكون بيعرف كل الشغلانات اللي موجوده حواليه يعني. في الاخر هو مدير بيدير العمليه كلها، بس لازم يعرف تاكتكس مثلا، لازم يعرف احمال بدنيه، لازم يعرف كل حاجه. وبالتالي الفكره نفسها كانت مبهره بالنسبه. وبعدين كاس عالم الموضوع كان مبهر، اولمبيات اشتغلت، اولمبيات اشتغلنا بطوله اوروبا تحت 21 سنه كسبنا البطوله دي. ايه بقى يا فندم؟ ده كان يعني تدريب معايشه مع ماركو روزا في لايبسك. اوكي. في انهي فتره بقى؟ بعد ما رحت المانيا بعد كاس العالم. بعد كاس العالم بعد كاس العالم عملت معايشه معاه. عملت معايشه وهنا انت ماشي باسمك بقى.
يعني انت الراجل شغال مع المنتخب فانت تمام. يعني انا برضو يعني حد مش جامد ولا بالنسبه لهم في المانيا عادي يعني. انا شخص عندي رخصه ايه، في 2000 مدرب عندهم رخصه ايه، الموضوع مش صعب يعني. بس ده طيب، انا عايزك تدي للناس نموذج عملي انه الناس بتشرح ازاي بره افكار التدريب. يعني انت اشتغلت مع هانز فليك وعملت معايشات مع مدربين المان واشتغلت في باريس، لانه يعني انا اسف الناس احيانا هنا في مصر بيعتقدوا في التدريب ان هم عندهم كل حاجه، احنا عندنا خبره طويله جدا. فاسمح لي نحكي للناس بس حاجه تفصيله، حاجه ليها علاقه بهانز فليك او حاجه انت تختارها، انه ازاي الناس بتدرب بره. طيب خليني برضو اقول يعني بره الناس مش عايشه في عالم مثالي يعني. في برضو مازال مشكله ضخمه بتاعت انه لاعب الكوره بيعتقد انه لمجرد انه حاكى المدرب لفترات طويله ان هو هيبقى عارف بالظبط هو بيشتغل ازاي. ده طبعا مش حقيقي يعني. الا كان او لمجرد انه كان لاعب جيد بالتالي هيبقى مدرب جيد. دي اكبر مشكله بتعاني منها كره القدم بشكل عام. بس في الاخر اللي بيحكم كل حاجه هو القانون. يعني في الاخر في المانيا او في اوروبا بشكل عام في حد ادنى من المعرفه انت محتاج تعرفه علشان تدرب. يعني مهما كان سمعتك كلاعب ما ينفعش تبطل النهارده وتبدا بكره تدريب. لازم تتخطى الرخصه. الرخصه مش بتعلمك الكرة ولكن بتضمن انه على الاقل انت عندك الحد الادنى من المعرفه اللي يؤهلك ان انت تقدر تنجح في العمليه دي. مثال جيد جدا بالنسبه لي يعني مبهر بالنسبه لي هو هانز فليك مدرب بدا في الدرجه السادسه. ماشي. يعني لعيب بايرن ميونخ بيدرب في الدرجه السادسه وراح هوفنهايم اشتغل معاهم ايام كانوا في الدرجه الثالثه، صعب بيهم الدرجه الثانيه، وكان في محاولات بيحاول يصعد بونزليجا وما عرفش، وبعد كده راح اشتغل مساعد مدرب في منتخب المانيا. طبعا لعب في بايرن ميونخ يعني. بس كان عنده التواضع الكافي انه يرجع تاني ويبدا. ودي اكتر ميزه انا حاسسها في موجوده في المانيا، انه عندهم القدره ان هم يدوا مدربين مش تقليديين. يعني ناجلزمان مش مدرب تقليدي، حد ما لعبش كوره، تيديسكو مهندس اصلا دلوقتي في منتخب بلجيكا، كل النماذج دي. حتى فاركا مثلا اللي ماسك نورويتش قبل كده ودلوقتي كان موجود في جلادباخ برضو حد لعب كوره في هواه يعني. فدي حاجه انا شايف ان هي مميزه جدا في المانيا. في انجلترا حاليا بيحاولوا يعملوا نفس النموذج ده بالنسبه لالمانيا. طيب في احيانا عند الناس بيختلط مفهوم السكاوتنج تيم بيعملوا ايه بالظبط ومحلل الاداء بيعمل ايه بالظبط، وانت كنت عايز تشرح فكره المدرب الفردي. يعني ايه مدرب فردي؟ طيب دلوقتي في يعني التحليل، انا الماجستير بتاعي في تحليل المباريات بشكل عام. خلاص ده بينقسم في اقسام كتير جدا. في الشغل العادي اللي هو تحليل المباراه، يعني في مباراه بيرفورمانس اناليسيس، يعني تحليل بيرفورمانس. دلوقتي مباراه اتلعبت واحنا هنعمل تحليل للمباراه دي. ده في بيتطلب اجزاء، بيتطلب معرفه على الاقل بمراحل اللعب المختلفه. ثم بعد كده ده ليه علاقه بالاجهزه دي اللي معانا على الشاشه؟ لا ده لسه هنرجع ده لسه له شويه، لسه هنرجع للاجهزه دي شويه. اوكي. ده اول جزء من تحليل المباريات. بعد كده في جزء تاني اللي هو السكاوتنج، اللي هو انا مش ببص بقى على التكتكس بتاع الفرقه، انا ببص على اللاعب ده بعمل له سكرين الاول، هل اللاعب ده اصلا يقدر يكون مناسب بالنسبه لي ولا لا. في الاخر كل اللعيبه اللي بتلعب في المستوى ده حتى مستوى الدوري مش لاعبين سيئين، هم لاعبين جيدين، بس هل هو مناسب لطريقتي ولا لا. يعني فان دايك لعب جيد خلاص، وللاسف يعني ماجواير لعب جيد خلاص كمشجع لمانشستر تمام، بس كل واحد فيهم مناسب لطريقه لعبه. مش جيد قوي يعني، بس تمام هنعديها لك عشان بنحبك. بس كل واحد فيهم مناسب لطريقه لعبه معينه، هل اللعيب ده هيكون مناسب لطريقه لعبي ولا لا. ده في الاخر ده الشيء المدلل السكاوت بيعمله. بعد كده في الراجل بقى تاني، ده بيعمل سكاوتنج، في تالنت اي دي، واحد شايف طفل صغير عنده بوادر موهبه. بالمناسبه مفيش اي حاجه علميه بتقول ان احنا نقدر نعرف مين هيبقى موهوب. يعني مفيش اي بحث علمي وصل لاي، ولا دي ان اي ولا اي حاجه، مفيش اي حاجه تقدر تقول محمودي انت كمان 10 سنين هتبقى موهوب. مفيش اي حاجه. ممكن تكون لاعب رائع عندك 11 سنه تبلغ تختفي تمام، كل الكوردينيشن اللي في جسمك ينتهي وتختفي. الموضوع صعب جدا. وفي بقى اخر حاجه المدرب الفردي، اللي هو انا شايفك كفرد وشايف في ادائك في المجموعه كلها، وشايف عيوبك وهحاول اساعدك في الحاجات اللي اقدر اساعدك فيها. لان في حاجات اصلا ما اقدرش اتعلم، والا كان كل لعيبه بقت ميسي يعني. يعني بشويه شغل بقى ميسي. فده برضو دي نقطه تانية. وبالتالي
احنا يعني بنشوف كتير قوي في مصر في الوقت الحالي في ناس بتنزل بقى مع مدربين للاداء الفردي. فنشوف الصور اللي معانا. يلا بينا الصور بتاعه الجهاز. الجهاز الاول نعرضه يا جماعه. ماشي. طيب دلوقتي لو احنا عايزين نشتغل مدرب فردي يشتغل مع لعيب، اول حاجه ممكن يشتغل عليها هو الشغل البدني. تمام. مش غلط، مش عيب اي حاجه، بس اللعيب المفروض يكون لابس الجهاز ده قبل ما قبل في اثناء في التدريب مع النادي بتاعه، وفي اثناء ما بيتمرن فردي لوحده، ويكون في تنسيق ما بين النادي والمدرب الفردي ان هم بيشتغلوا مع. طبعا المدرب ده لازم يكون عنده الحد الادنى من المعرفه اللي احنا متفقين عليه، يعني دي كليه لوحديها الناس بتتخرج منها عشان تتعلم، تدرس تشريح وبتدرس حاجات تانية. وطبعا يبقى فاهم ايه الاحمال اللي النادي شغال عليها. حلو قوي. وكل الكلام ده طبعا ماشي. في المنتخب، منتخب المانيا كان بيبقى عندنا نفس المشكله، ان احنا عندنا لعيبه جايه من احمال مختلفه. روديجر جاي من ريال مدريد عندهم، فلازم ده عشان تظبط الدنيا بالظبط. بيك ماشي. واحد في الاسبوع بيلعب جنبه زولا جاي من 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 دورتموند، عندهم اثنين بيك في الاسبوع في 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 الاحمال بتاعتهم. فطبعا الحاجات دي بتبقى صعب ان انت تحطها في حاجه واحده. فالمدرب الفردي لازم يبقى فاهم ده، اول جزء ممكن يعمله شغل بدني مع اللاعب، لازم يكون بالتنسيق مع النادي، ما ينفعش يكون بدون التنسيق مع النادي. وما ينفعش في نص الموسم يديله حاجات فيها احمال ورد فعل، لانه في الاخر اللاعب ده ممكن يكون عرضه للاصابه او ممكن يقلل مستواه. يعني مش لازم يتصاب، بس ممكن مستواه بس بدنيا يقل. ممتاز. طيب دي واحده. ده نقدر ده اول حاجه. تاني ماشي. حاجه هنشوف الصور اللي جايه. يلا. تاني حاجه ان الراجل المدرب الفردي ده يكون دارس ايروداينامكس. بمعنى انه دلوقتي لو انا يعني شوت الكره برجلي، ارتطام الكره مع حركه الكره في الهواء ده فيزياء في الاخر، صح؟ يعني انا شطها بالمنطقه دي بالقوه دي بالطريقه هتروح دي هتروح ازاي، هتمشي ازاي في حركتها في الهواء. سلام عليك. فده ايروداينامكس. في دلوقتي مدربين اللي هو سترايك كوتشز، اللي هو مدربين لرطم الكره، زي اشهر واحد فيهم سيلفستر تشيك اللي كان موجود في برينفورد، النادي جابه عينه قبل كده، وكان موجود في ميتشلاند، وهو دلوقتي في امريكا يعني بيعمل دكتوراه. ده مدرب مختص بالتصويبات. بس يعني الراجل ده واتيفر هو مين، يعني الراجل ده لازم يكون جزء من دراسته فيزيائيه عشان يبقى فاهم اللعيب لما يجي يشوط الكره رايحه فين بالظبط. وهنا لازم يركب له الاجهزه دي في اللعب قبل من الاول ما يشوف. في ناس في المانيا شغالين معاك على ده في المنتخب في شفت الناس دي في كل الاماكن؟ لا مش كتير الحاجات. أوكي. دي موجوده بشكل فردي بالكتير في لعيبه بريمير ليج جدا، يعني انا اعرف ناس معاهم بيشتغلوا في الكلام ده في انجلترا مثلا. يعني بدون ذكر اسماء، مش عارف هو هيبقى عايز اقول ده ولا لا، بس معاهم مثلا لاعبين هدافين هدف مانشستر يونايتد مثلا. أوكي. بيشتغل معايا مثلا على رطم الكره اللي هو تسديد الكره. يعني لو لعيب في مصر عايز يجيب مدرب فردي يشتغل معاه، المدرب ده لازم يعرف الحاجات دي. لو هو عايز يشتغل معاه على رطم الكره بشكل التصويبات خلاص، فهو بيركب له. قصدي واحده من اهم اسرار ان احنا ما عادش عندنا شويطري مثلا، يعني ان الشغل الفردي اللي مع اللعيبه في بتكلم ككوتشنج ستايل، ان الشغل اللي مع اللعيبه ده مش موجود. يعني ده طريقه للعمل خلاص، انه ان هنركب له الاجهزه. وفي صوره اللي جايه هنشوف ازاي هما بيقروا بقى الحاجات دي جوه الاجهزه. يلا يا فندم. بالظبط. ده بتتوصل وهو بيقراه وبيشوف الحركه دي، يعني مرجحة رجل اللعيب، وبالتالي بيوصل لافضل نتيجه مع اللاعب. طيب افضل طريقه مع اللاعب قياسا بان الكره رايحه على فين، قياسا باللاعب ده شخصيا. مفهوم. لان انت حركه رجلك طول رجلك بالنسبه لجسمك مختلف عني مثلا. فده فيزياء بحته، دي ناس بتشتغل بفيزياء بحته. دي حاجه. الحاجه ده دي ازاي نقدر نشوف الهارت ريت مع اللاعب اثناء المباراه وهكذا. ده طبعا اللي هو التصور للموضوع بالظبط كده، نشوف الهارت ريت اثناء المباراه وكده، ده من القياسات. طيب اخر حاجه بقى اللي هي التحليل الفردي اللي هو له علاقه اكتر بالتحركات، انا ابدا منين واتحرك منين، وده النقطه اللي ان شاء الله هنتكلم عليها كمان شويه. طيب. اللي هو ده بقى جزء تاني لا يتطلب النزول الى ماشي الملعب. طيب ده نجيله بعد شويه. انت عملت قرار انا اشوف انه صعب اي حد جدا ان هو يعمله، انه هانز فليك يكلمك يقول لك تعال اشتغل معايا مع منتخب المانيا المرحله اللي جايه، فانت ترد عليه العقليه الالمانيه المحترمه، العقليه المصريه ترد عليها تقول لها لا انا شايف نفسي هيد كوتش، انا خلاص مرحله ان انا اكون مساعد او ان انا محلل اداء او 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 خلاص انتهت، وانا عايز اكون هيد كوتش. انا شايف ان دي قصه هذا لا يحدث كل يوم الحقيقه. يعني بص، يعني هو برضه عشان نحط العمليه في نصابه، هو مش الشخص الوحيد ماشي اللي انتهى كده، وفي الاخر تم اختيار شخص تاني ماشي خلاص اوكي، وهو مش اول شخص تكونتاكت معايا. يعني تمام. جالي ايميل من مديري الاول السابق وقال لي
احنا عايزين حد يرجع لغايه اليوروز. بس انا كنت شايف انه عدد النقط اللي هاخدها من وجودي في في منتخب المانيا اقل بكتير جدا من عدد النقط اللي هاخدها لو انا مدرب في الدرجه الرابعه. النقط دي اللي هي تاهلك علشان تاخد الرخصه الاكبر بالظبط، لكن تتمرن في الدوري الالماني في دوري الدرجه الثانيه عادي جدا. بالظبط كده. فعدد النقط اللي هاخدها كمحل منتخب المانيا تقريبا نص نقطه للموسم. وفي الدرجه الرابعه في المانيا هاخد 7 نقط. فبالنسبه لي الموضوع كان انت فضلت الشغل على الشو يعني، محلل لا منتخب المانيا خدنا الشو كله، لكن مدرب في درجه رابعه او خمسه هنا شو اقل. بس هو انت فضلت التعلم اكتر، شو ده في مصر يعني. بس انا فاهم طبعا، انا فاهم، انا مش محتاج يعني، انا مش عنديش اي نيه ان انا اكون موجود مصر. صحيح. فمش محتاج الشو ده يعني. انا لو محلل منتخب المانيا هنفهم دي بعد شويه. فهم يعني هم بالنسبه لهم ماشي يعني تمام. طيب. كان في 60 واحد زيك يعني. يعني في بعض الصور اللي اديتها لهم متصور مع شباب كانوا شغالين معايا في التيم. أوكي. انا 20 سنه، انا عندي 17 يعني اكبر منهم ب 17 سنه. فتتخيل دول اشتغلوا كاس عالم، اولمبيات، نيشنز ليج، كسبنا ايطاليا 5-2 بطوله. خلاص يا جدع، خلاص يا جدع، ما لقيتش غير دي، ده المثل الوحيد اللي لقيته يعني. في المرحله انت اشتغلت مع مع الفريق في الدرجه الرابعه كهيد كوتش. كهيد كوتش اسمه ايه بقى الفريق؟ تنس بروسيا برلين. تنس بروسيا برلين درجه رابعه. درجه رابعه. اوكي. والمفروض ان انت الليفل بتاعك رابعه فقط لا غير لغايه ما تاخد الرخصه الجديده. بالظبط. الثالثه والثانيه والاولى درجات محترفين من الفيفا يعني، وبالتالي لا يمكن تدريب فيهم الا بالرخصه. بالرخصه ايه؟ برو. الرخصه البرو. ودلوقتي في الوقت الحالي بقى رايح على فين؟ كاوفرز، كعروض، هتمرن فين؟ على الله بقى. على الله، على الله حكايتنا. على الله حكايتنا. كل الخير ان شاء الله. طيب فاصل ونرجع نكمل كلام مع حضراتكم ولقائنا مع حسن بلتاجي الشيق جدا، ولكن بعد الفاصل خليكم معانا. الراجل ده يا جماعه هو اللي اتكلم مع مودست، وانا قلت له انا لو وقعت مش هقع لوحدي، انا قلت لك. طبعا مودست انت كنت قلت، وانا قلت ده الحلقه اللي فاتت يعني، انت قلت انه المشكله الوحيده، العائق الوحيد لانفجاره في الدوري المصري وفي دوري ابطال افريقيا في كاس عالم هو عدم القدره على التاقلم، ودي نقطه مهمه. توضحها للناس مفهوم التاقلم ده معناه ايه بالظبط، ونبدا نتكلم عن لغز مهاجمين الاهلي اللي بيطرح كل فتره يعني. رؤيتك ليه عامله ازاي؟ اتفضل يا فندم. طيب دلوقتي المشكله اللي واجهت مودست في اثناء مسيرته انه لما كان بيبقى مع مدرب بيعرف يتعامل معاه او في اجواء بيعرف يتعامل معاها كان بيؤدي بشكل جيد جدا. تمام. فلما كان بيبقى موجود في اجواء مش قادر يتعامل معاها بيؤدي بشكل اقل. اللعيب الكوره نفسه عنده بقى حاجات كتير جدا ممكن تاثر عليه، زي مثلا انه ممكن مراته ما تكونش مستريحه مثلا في مصر، انا مش بقول بخمنها، ممكن يكون ولاده مش مبسوطين في المدرسه، ممكن يكون الاكل مش عاجبه، ممكن يكون وزنه زايد نتيجه ان التدريب قاعه التدريبات مش كافيه، ممكن يكون الف حاجه بتخلي زي اي انسان في الدنيا انه الشغل بتاعه ده ما يقدرش يعمله بشكل جيد. مش شرط يكون ان كولر ما بيعرفش يقعد معاه يقول له كلمتين يحمسه بيهم يعني، هو مش هو ده، مش هو ده المعيار في الاخر يعني. انت كل ما يحدث في ال 24 ساعه في حياتك ممكن يكون مؤرقك، ممكن يكون مثلا انه الطريق التمرين سيء، انه ممكن يكون كل الحاجات دي مأثره عليه، انه مثلا هو يعني بس مش دي شخصيات ضعيفه شويه اللي يخضع للحاجات اللي شبه كده، ولا ده عادي؟ عادي. ممكن يبقى فيه لاعبين كوره جيدين جدا شخصيتهم ضعيفه يعني. ماشي. يعني تمام، بتحصل يعني. طيب. ممكن في لاعبين كوره لاعب عالمي يضيع ضربه جزاء في 94 مثلا طبعا. مثلا يا فندم طبعا. طيب مشكله بقى مهاجمين الاهلي في وجهه نظرك ايه؟ يعني ايه الحاجه المشتركه بين كل المهاجمين؟ هو الحاجه المشتركه ما بين كل المهاجمين في الاهلي ان هم طيب خلينا نقسم الموضوع، خلينا قبل ما نتكلم في الحاجات اللي دخلنا السجن خلينا خلينا نتكلم الكلام عن مهاجمين الاهلي ده صعب شويه. ماشي. طب خلينا نتكلم في ايه المهاجم عشان يسجل هدف محتاج ايه. أوكي. خلاص. اول حاجه محتاج انه يكون عنده ستارتنج بوزيشن او مكان البدء جيد. خلاص. وتاني حاجه تحرك جيد، يعني بيأدي تحرك جيد مناسب للعبه نفسها. واخر حاجه طريقه انهاء الكره، كل الحاجات دي يمكن تعلمها. خلاص. في ناس بتنهي احسن من لاعبين تانيين بالذات اللي من لمسه واحده، لكن اي حاجه لمستين يمكن تعلمها، ودي حاجه اوريدي بتتعلم في الناشئين. التحرك نفسه لو انا هفنش بلمستين اتعلمها. لو انا هفنش بلمسه واحده ما اتعلمهاش.
في 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 حاجات تقدر تعلمها النسبه اعلى في الاثنين بس بس ممتاز. يعني لمسه واحده في في جزء كبير منها مع ليها علاقه بالموهبه ماشي افنش فين لو انا فين افنش فين لو انا موجود في اي حته في المنطقه افنش فين ده جزء مهم وفي مشكله في مصر انا شايف المشكله الاكبر هو الستارتنج بوزيشن هو احنا هنبدا انت بتبدا منين بشكل عام يعني انت كمهاجم ايه مكان البدايه بتاعك وايه مكان النهايه وده اللي مثلا مودست افضل فيه من كل مهاجمين الاهلي لغايه دلوقتي النهارده برغم الاداء السيء ان هو بيبدا في مكان جيد هو ما بيعملش تحرك جيد وما بينهيش بنهايه جيد طول الوقت بيبدا في مكان جيد يعني هنشوف دلوقتي هالاند وكين يلا هالاند على فكره ما كانش لاعب جيد في ماشي. بدء في الاماكن لما كان في دورتموند يعني انا في ناس اعرفهم في دورتموند كانوا مدربين بتوعه كانوا بيقولوا ان هو في بدايته كان بيبدا في اماكن غير جيده طيب خلينا نحط قواعد القاعده ده هالاند اللي عليه الدايره طبعا باين القاعده بتقول ان المهاجم محتاج يبدا في مكان اول حاجه يكون المدافع المسؤول عنه ما بينه وما بين الكوره زي مثلا اللاعب رقم 6 تياجو سيلفا هو ما بين هالاند وما بين الكوره يعني تياجو سيلفا صعب يشوف هالاند محتاج كويش. يعمل حاجه صعبه عشان يقدر يشوفه ماشي. دي اول حاجه تاني حاجه انك تبدا في مكان لما تتحرك لقدام شوف اللقطه اللي بعديها يلا لما تتحرك لقدام الحركه اللي قدام دي هتخليك تنهي في حلق الجون يعني انت الافضل انك تجري لقدام مش لورا صح حلو فانت عايز تجري لقدام ولما تجري لقدام تنهي في حلق الجون ده المثالي ده الستارتنج بوزيشن المثالي بغض النظر انت هتوصل هنا ازاي ستارتنج بوزيشن مثالي الحاجه الثالثه ان يكون عندك احتمالين دايما ده اللي هو يعني سوبر بوزيشن بلغه الكوانتم فيزيكس يعني ممتاز اللي هو انت تقدر تجري في الاصفر وتجري في الاحمر عندك دايما احتمالين هنشوف هنا هالاند في مكان مثالي يقدر يجري خلف اولا في مكان ما بين المدافع وما بين الكوره لو جري لقدام هينتهي بيه الحل في حلق الجون يعني وفي نفس الوقت هو شايف الكوره طبعا وعنده اختيارين وعنده اختيارين ممتاز فنشوف اللقطه اللي بعديها هيحصل فيها ايه خد التمريره من جريليش تياجو سيلفا مش معاه بالظبط رايح هو نكمل يا جماعه اللقطه اللي بعديها دخل في حلق الجون في الاخر ما سجلش طبعا الحمد لله لاسباب كتير يعني بس الحمد لله انه ما سجلش وكان عنده اختيارين حط في اي حته انت عايزها الدنيا تمام بالزبط. ما عندكش زاويه مقفوله يعني وانهى في حلق الجون خلينا بس فاكرين اللقطه ممتاز اوكي نشوف لقطه ثانيه برضو اللي بعديها اللي بعديها يا جماعه هاري كين ابتدى في مكان تقريبا سنترال في نص المرمى هنشوف عليه الداير طبعا هاري كين هاري كين بيتحرك بعيد الاول عشان لما يجري لقدام يفنش في حلق الجون ويكون مع الفرصتين في نفس الوقت يكون عنده اختيارين ممتاز ده الستارتنج بوزيشن المثالي للمهاجم هنشوف هنا استلم الكره في الاختيار الثاني اللي بعده وفنش الكره برده ما دخلتش جون برده الحمد لله يعني كان عنده اختيارين بالزبط. وفي النهايه ده التصور المثالي ده التصور المثالي للمهاجم ازاي تقدر تبدا من مكان يخليك تجري لقدام ولما تجري لقدام تنهي في حلق الجول ده مش بيحصل بقى في لعيبه لا كهربا ولا صلاح ولا اي حد مثال ثالث اهو برضو عرضيه هالاند عليه الشكل هناك تمام طبعا هو بعيد ليه بعيد لانه عايز يبقى مش عايز يتشاف الاول مش عايز يتشاف وعايز يبقى عنده اختيارين كويس. طول الوقت لكن لو هالاند موجود في اخر السهم الاصفر لو جري لقدام هيبقى بره حلق الجون وبالتالي تسجيلها صح والمدافع شافه بالظبط تسجيل الهدف هيبقى صعب جدا اوكي هنشوف الاختيار الثاني وبالتالي الكره انتهت ما تمش تسجيلها يعني بس كانت فرصه خطيره وده اهميه الستارتنج بوزيشن بشكل عام لو انت فاكر مودست في كره في قدام المقاولين اللي عملها دبل كيك وكان فيها طريقه كتير عليه نفس الحاجه بالظبط ان هو ابتدى في مكان بعيد عن الكوره وبالتالي ده سمح له ان هو يقدر ياخد الكره انا بقول الفينش بتاعه مودست بيبدا صح بينهي غلط الباقيين ما بيبداوش صح ممكن ينهوا احسن من مودست بالظبط لكن البدايه نفسها الكهرباء بيعرف يفنش كويس ساعات الكره بتطلع من ساعات بيحاول يشوط في زوايا عاليه ومش اكتر من لازم بس كهرباء بيفنش كويس بس عنده فعلا مشكله انه بينتهي بيه الحال في زاويه ضيقه جدا يعني محتاج يسجل مثلا هدف زي بتاع كابتن خطيب اللي عمله الكعبه ده مثلا طول الوقت يعني ممكن تيجي مره بس مش هتدخلها كل مره يعني مفهوم طيب
سؤال تاني مهم جدا في السياق، انه ازاي الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي اللي بيحبوا الكوره يقدروا يشتغلوا محللين اداء او يدرسوا ايه او يعملوا ايه؟ ده سؤال متكرر جدا، لكن الاول تعالوا نشوف ما حدث في البرتغال في هذا الاسبوع. فوز بنفيكا وفوز سبورتنج لشبونه، فنشوف الاول اهداف المباراتين واللي حصل فيهم. الدوري البرتغالي دائما ما يكون جميلا في اهدافه، متابعه شريط الاهداف ونرجع نكمل كلام مع حضراتكم. كل اللي بيتفرج علينا بيحب الكوره، ده واضح، لكن ازاي اقدر اكون زي حسن او امشي على نفس الطريق؟ تبقى محلل اداء ازاي؟ تبقى في سكاوتنج تيم ازاي؟ بدرس حاجه، بتفرج على حاجه، بعمل ايه بالظبط؟ هل لازم اسافر بره؟ ازاي اقدر اوصل للطريق؟ اتفضل يا فندم. طيب، هو في اكتر حاجات سالتها في التاريخ طبعا. طبعا، يلا اتفضل. هو في البدايه برضو لازم نوضح كذا حاجه. اول حاجه انه كل انسان له تجربه متفرده جدا، وكل انسان عنده ظروف بتساعده. يعني طبعا انا كنت محظوظ انه مثلا درست في مدرسه بتكلم فرنساوي، فلما جت فرصه باريس ما كانش عندي اي مشكله. يعني صحيح. هو بكره الصبح بلجد ان، ادرس لغه، اشتغلت من الحاجات. بس بالظبط، يعني لو عدم وجود لغه انجليزيه عندك على الاقل، فانت محروم من 90% من موارد الكوكب بشكل عام، يعني عشان اي، عشان حياتك بشكل عام. فدي نقطه مهمه. فكل بني ادم له تفرد في التجربه بتاعته. حلو جدا. بشكل عام ماشي. لكن لو انا عايز ادرس تحليل اداء، انا الاول لازم ابقى فاهم ايه هو المبادئ الاساسيه اللي بيتم دراسه عليها تحليل الاداء ده. اهم حاجه ادرس حاجه يكون حد هيعلمني فيها فيزز اوف بلاي. دي حاجه نقطه مهمه جدا، لازم اتعلم مراحل اللعب. مراحل اللعب خلاص، يعني دي حاجه دلوقتي اساسيه. ما فيش دراسه بتقول انه يمكن تحليل بدون مراحل لعب. يعني فكره ان هم احنا عايزين نلعب لعبنا او نلعب الخطه 4 3 3 او المشكله ان احنا في مصر بنعتمد 4 2 3 1، كل الحاجات دي مش موجوده. يعني ارتيتا طلع قال انه في احد المؤتمرات ان هم تقريبا بيلعبوا 27 خطه لعب في المباراه الواحده. ليه؟ لان هم متقسم عندهم المراحل لاكثر من مرحله بشكل عام. يعني احنا دلوقتي فريق بيضغط عالي، هنضغط ازاي؟ ده لازم يتحلل لوحده. طب احنا انت بتعمل ده، نضغط في في في, في الشغل الخاص بتعمل ده بالظبط. اللي عايز ياخد بقى حاجه بره، مثلا برشلونه بيعمل حاجات شبه كده احيانا. نصيحتي لاي حد، شوف هل في حد بيدرس فعلا فيزز اوف بلاي او لا، وروح المكان ده. ده اهم حاجه انت المفروض تبدا بيها ماشي. بشكل عام اوكي. طيب الحاجه الثانيه والاهم جدا، انك تكون بتتفرج على المباريات كتير في الاعاده وانت قادر توقف الماتش. يعني تنزل الماتش وتوقفه، مش هقول طبعا تنزله ازاي، اي حد يقدر ينزل الماتش. الدوري المصري موجود على يوتيوب مثلا. أوكي. بشكل عام طبعًا. لانه مش مكان جيد للبدء في التحليل. يعني الدوري الانجليزي افضل مكان ممكن تبدا بيه، بس انت تقدر تنزل المباريات وتقدر ما علينا، اللي عايز يتخصص في حاجه ينزلها. يعني تمام، يعني توقف المباراه وتتفرج عليها. في ويب سايت بتبيع ده. أوكي. يعني بشكل ليجل. ماشي. يعني مش بس خلاص، مالكش علاقه بقى حسن، هم هينزلوا الماتش، مالكش علاقه بالقصه دي. لازم يقدر يوقف ويفصل الحالات عن بعض، يفصل اي حاجه. يعني ما ينفعش اقول مثلا برشلونه بيلعب 4 4 2، لا مش احسن من كده. يعني برشلونه وهو مع الكوره بيعمل ايه، وهو معهوش الكره بيعمل ايه. اللاعب نفسه بيبقى مدرب على الحاجات دي، ان وانا بضغط عالي دوري ايه، طب لما هننزل تحت دوري ايه، طب لما اخش جوه منطقه الجزاء دوري ايه، طب الكره تروح على الطرف بتاعي، طب الطرف التاني. كل الحاجات دي، كل لاعب له دور. انت مهمتك بقى انك تعمل هندسه عكسيه، تشوف اللاعب ده دوره ايه. السؤال الاهم، ليه بيعمله؟ ليه المدرب عايزه يعمل الدور ده؟ ده سؤال مهم جدا، لانه في الاخر انت كمحلل وظيفتك تشوف المدرب اللي قدامك بيفكر ازاي، تدخل جوه دماغه وتتوقع هو هيعمل ايه بالظبط قدامك. ممتاز. فده دورك. نزلت الماتش وحللته ودرسته وخدت الكورس، اعمل ايه بقى؟ الحاجه الثانيه تطوع بقى. تطوع، انزل احتك بلاعبين. في الاف الاكاديميات الموجودين في مصر، قول لهم يا جماعه انا جاي اشتغل عندكم ببلاش، سيبوني اتطوع. انا لما بدات في المانيا اشتغلت متطوع تقريبا، قعدت سنه ونص متطوع. قعدت سنه ونص ما عنديش اوضه انام فيها، يعني بتاعتي انا لوحدي، عشان بس اعرف اشتغل متطوع في كره القدم. يعني انا قعدت فتره عقبال ما بقى عندي دولاب احط فيه هدومي انا شخصيا. مش عايش من الشنطه. فهو انت اشتغل متطوع. انا عارف ان الظروف الماديه ممكن تكون صعبه، بس خلاص لو انت عايز تمشي ورا الحته دي اشتغل متطوع. انا متفاهم طبعا ان المدربين في مصر ممكن ما يكونوش بيدوا فرص، وممكن يكون يعني مش عايز اوجع دماغه. يعني هو بيجي له 1000 واحد كل يوم يطلب منه نفس الطلب. انا عايز اشتغل معاك محل، اشتغل في اكاديميات، عرفت تطلع بره، توكل على الله، بيشتغل بره في القصص دي. الحاجه يعني الاخيره والمهمه جدا، انت محتاج تكتب على الانترنت عشان تظهر شغلك، تبيع بضاعتك بشكل عام. ده نقطه مهمه جدا انا بنصح بيها. اكتب بلوج، واكتب بلوج طويل وممل مش مهم، بس في ناس معينه الناس بتقرا لها. احد اهم الامثله مثلا احمد وليد طبعا. احمد وليد ده اتلتيك
كان بيكتب في بلوج تقريبا في انا واربعه تانيين بنقراه، بس كان من الاربعه تانيين دول جيمي كاراجر. فشيء طبيعي ان هو يروح ده اتلتيك، لانه هو في ناس كانت بتقرا له، ناس مهتمه بالكلام ده، وهي دي الناس اللي هتعرف تنقل. انا مثلا شخصيا لما اشتغلت في انميه في الدرجه الثالثه، اول واحد جبته يشتغل معايا كان محمود سليم. كلمت محمود، محمود كان بيكتب في الجول. انا عرفت محمود منين؟ من في الجول. انا ما كنتش اعرفه يعني، ما كنتش في اي سابق معرفه ما بينه. قلت له محمود تعالى يلا بينا، ومحمود كان شغال متطوع كمان بالمناسبه مع نادي في المانيا بعيد عنه كل الكلام ده، فتحيه لمحمود يعني. طبعا بدون نقاش صديقنا العزيز طبعا. وبالتالي كل دي نقطه مهمه جدا. بس ده ياخدنا للفرق. هو في فرق ما بين الراجل اللي بيطلع يتكلم في التلفزيون والراجل اللي بيحلل لفريق والراجل اللي سكاوت. في فرق ضخم جدا. الراجل اللي بيتكلم في التلفزيون ده باندت، يعني محلل تلفزيوني، مهمته ان هو يساعدك انك تفهم حاجات انت مش شايفها فتستمتع اكتر بالمباراه. تمام. لكن هل ينفع الراجل ده يبقى محلل، اسمه محلل يعني محلل كره قدم؟ لا ما ينفعش يبقى محلل كره، لازم يدرس قبل ما يوصل انه يبقى محلل كره قدم. انا ما اعرفش في حد بقى كده ولا لا، عشان بيعتمد موضوع تاني انا مش على خبير. طيب الحاجه الثانيه ان محلل اللي بيشتغل مع نادي، هل لو الراجل ده عرض شغله على التلفزيون هيبقى حلو؟ شغل ممل جدا جدا. يعني التقرير اللي بيتبعت للمدرب مفيش حد في الحياه يحب يقراه. تقرير ممل و200 صفحه وحاجه يعني سخيفه، محدش عايز يقرا. محلل الاداء شغله لو طلع على التلفزيون ما ينفعش. بالظبط. اوكي يعني. اخر حاجه السكاوت. السكاوت ده بقى ملوش علاقه بالبرفورمانس، ليه علاقه باللعيب ده. فده راجل بيشوف من زاويه ثانيه خالص. انا اعتقد المشكله الاساسيه في مصر انه احنا عندنا الثلاثه المرادفين لبعض، محلل تلفزيوني، محلل اداء، وسكاوت اللي هو محلل برضه. فاي محلل لفظ محلل اسيء استخدامه. بالظبط دي الفكره بالنسبه لي. فكل الناس بقت زي بعض، لكن بالانجليزيه مثلا في باندت واناليست وسكاوت، الثلاثه ثلاث شغلانات مختلفين تماما. وطبيعي انه لما جاري نيفل يروح يدرب فالنسيا يفشل عادي جدا. بالظبط يعني دي قصه انه المحلل ينزل يدرب. بالزبط. يفشل. بالظبط. هو باندد، هو راجل بيخليك تستمتع اكتر. مش انه نازل يدرب يعني. بيساعدك تشوف حاجات ما شفتهاش وبتستمتع. هو أوكي. متكلم جيد، لكن ممكن اليس ده مش بيعرف يتكلم اصلا. هو بيبعت حاجات مكتوبه، ممكن مالوش اي علاقه. عايز بيختار 50 فيديو، لكن الباندد ده الراجل المحلل التلفزيوني ده راجل صايع، بيشوف اللقطه دي يقول لك دي لو وريتها للجمهور هيفهموها بكل وضوح، لقطة واحدة تغني عن ال 50 لقطة تانيين، بس المدرب اللي بيستلم التقرير مش عايز يستمتع، هو عايز يكسب الماتش الجاي. صح. فأنا عايزك تقول لي بقى كل كلمة صغيرة عشان نكسب. برافو عليك، برافو عليك والله بدون نقاش يعني. آخر حاجة عايز أتكلم معاك فيها إنه سبق في هذا البرنامج إنك قلت المنتخب المصري المهاجمين اللي موجودين فيه بيعملوا حاجة أو حاجتين من ست حاجات مهمين أساسيين عند أي مهاجم في الدنيا. أنا عايز أعرف ست حاجات بصراحة، وعايز أعرف الوقت الحالي اللي عندنا فيه مهاجمين بيستعدوا لكأس الأمم لسه واحده ولا اتنين ولا شويه شويه يا عم حسن زقينا لقدام. بص انا مش بتفرج على الدوري يعني خالص، فانا مش قادر اساعدك في النقطه دي. مش عارف ليه الدوري مش بيتذاع برضه في المانيا على اليوتيوب، بيقول لك ممنوع تشوفه في المانيا يعني. ماشي. بنواشد المسؤولين. نقطه كويسه دي، خلونا نشوفه بس. نقطه كويسه جدا طبعا. اوكي طيب، لو احنا جبنا اللقطات بتاعت كين وهالاند مره ثانيه هنشوف انه دايما كان في اختيارين خلاص، فنقدر نشوف ثلاثة من الست تحركات اللي احنا اتكلمنا عليهم. احنا اتكلمنا في البداية قلنا انه في نقطة بداية وفي تحرك وفي انهاء. اوكي. الستة دول هم انواع التحرك. خلاص؟ طيب لو نقدر نحاول نجيب واحدة منهم. هالاند نجيبها جماعة تانية، عرضة تانية لكل المشاهدين. ده اللي انت قلت عليه. نمشي بقى اللي بعديها. يلا. الصورة اللي بعديها. اوكي. طيب عايز توقف هنا. دلوقتي هالاند. يلا. دلوقتي هالاند الران اللي هيعملها دي اسمها ران اكروس ذا فرونت، اللي هو هيعدي من قدام المدافع. ماشي. دي المهاجم بيحتاجها امتى؟ بيحتاجها لما يكون عايز في مساحه في ظهر المدافع، وهو عايز يكسب اكسلريشن، عايز يكسب تسارع اكتر، ومش عايز يبقى اوف سايد. ماشي. ده اللي هيعمله هالاند، هيجري بالعرض الاول فيكسب تسارع، وبعد كده يخش من قدامه. ران اكروس ذا فرونت ده اول تحرك، اللي هو اروح شمال وخش لجوه على طول. اللي هو انا واقف في ظهره هلف حواليه. اوكي. هخش في ظهره. ممتاز. طبعا هو عشان هما الاثنين بيجروا فصعب تشوف اللفه. اوكي. فنشوف اللقطه اللي بعدها هيبقى عمل ده حرفيا. بالظبط، هو لف قدامه واخد. طبعا زي ما قلنا نقطه البدء بتساعد في الاخر في الانهاء. طبعا نشوف اللقطه اللي بعديها على طول. الاخرانيه اللي جايه يا جماعه بسرعه. يلا اللي بعديها. طيب هنا هاري كين هيعمل حاجه اسمها اوبن تو ريسيف. نكمل اللقطه لغايه ما هاري كين قبل ما يستلم. ايوه في اللحظه دي
هاري كين دلوقتي عنده اختيارين، يا يعمل ران اكروس ذا فرونت الاصفر اللي احنا لسه شارحينه، او يعمل اوبن تو ريسيف اللي هو يفتح مسافه ما بين المدافع. ده بتحصل امتى؟ لما الحامل الكره يكون جاي عليك بشكل راسي. شوف اللقطه اللي بعديها، ودي تاني حاجه اوكي ممكن لعيبه منتخب مصر تعملها يا مسهل الحال. ربنا كريم، تشرفنا ونورتنا يا حسن، سعيد جدا جدا بوجودك معايا في البرنامج ده على المستوى الشخصي، يعني اعتقد ان كل الناس استفادت من كميه المعلومات اللي احنا سمعناها النهارده. اشكرك شكرا جزيلا. انا بشكرك يا محمودي، واتمنى صراحه انه يعني انا سعيد جدا بالتجربه بتاعت البرنامج بتاعك، حاسس ان هي شكرك. تجربه مفيده ان يكون عندنا حد زيك في الاعلام. شكرا جزيلا ليك. شكرا لكل مشاهدينا. فخر العرب حسن بلتاجي كان ضيف النهارده في حلقتنا في سوبر ليج. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. يتجدد اللقاء باذن الله كل اثنين وجمعه تمام 9 مساء شاشه اون تايم سبورتس 2. لكم مني ومن كل فريق العمل كل التحيه من استديوهاتنا في القاهره، والى اللقاء.